السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله يكون معادنا مع مراجعة جديدة من مراجعات الكربولا وجهاز جديد، وهو جهاز فري بيكس من شركة دينجوي. الجهاز من سلسلة اجهزة الابيكس لوكيتور الجيل السادس، والجهاز من الفئة الاقتصادية في اجهزة الابيكس لوكيتور في السوق المصري، واداؤه معقول جدا. الجهاز اللي معنا النهاردة مقدم من شركة افري ميديك دينتال. هسيب لكم رابط الصفحة وبيانات التواصل معاهم في الديسكريبشن تحت لو حابين ترجعوا ليهم بالاسعار والعروض. وخلينا نبدا المراجعة بتاعتنا ونشوف الجهاز مكوناته ايه. اول حاجة لما بنفتح العلبة بنلاقي معانا اليوزر مانوال، وده يوزر مانوال قيم جدا، فيه معلومات كتير، يمكن فيها كمان معلومات ممكن ما تقراهاش في كتير من اليوزر مانوالز اللي بتنزل في السوق عن طرق استخدام الابيكس لوكيتور، وكانه مرشد لطريقه الاستخدام، فدي حاجه قيمه جدا. الجهاز بيجي بشكل لطيف جدا، وشكل ما شفتوش غير في اجهزه الريبكس وبعض الاجهزه الاوروبيه الممتازه جدا، فانا معجب قوي بالشكل والتصميم بتاع الجهاز. الجهاز ما فيش فيه اوبشنز كتير، ولكن معقول جدا بالنسبه للجهاز في الفئه السعريه دي. الجهاز بيجي معاه الواير اللي هو سوكت واحد ومخرجين، والمخرج بتاع الفايل كليب بيكون كلر كودد باللون جراي، والمخرج بتاع الليب هوك بيكون كلر كودد باللون الابيض. بيجي معاه 4 ليب هوك، 2 فايل بروب، و2 فايل كليب، وتستر عشان تتشيك بيه على الجهاز والمعايره بتاعته، واخيرا بيجي معاه شاحن 5 فولت علشان تشحن بيه الجهاز. عدد الاكسسوارات اللي بيجي مع الجهاز اكتر من كافي، ويمكن دي نقطه علقت كتير عليها في الاجهزه الاوروبيه، ان عدد الاكسسوارات ما بيكونش كافي للاستخدام اليومي في العياده، ولكن على النقيض مع الأجهزة الصيني المعايير اللي محطوطة مناسبة جدا للعيادات بتاعتنا وتكفي الشغل اليومي. يعني لما يبقى عندي 4 ليب هوك لأربع مرضى، فده عدد مش بطال خالص لو هتشتغل 4 اندونت تريتمنت في اليوم، فده شيء كويس. نرجع للجهاز بتاعنا. الجهاز بيجي بشكل أنيق جدا، بيجي فيه زرار التشغيل وزرار للتحكم في الصوت، وجهاز للتحكم في الابيكال بوينت الموضحة على المونيتور، وفي الظهر بيكون مكان تغيير البطاريات بتاعت الجهاز، ودي بطاريات بتشحن، فمش محتاج ان انت تغيرها بنفسك، انت بتغيرها عند الوكيل بعد فترة طويلة لما يحصل ليها تلف. والستاند او السنادة بتاعت الجهاز، ودي بتفتح بالشكل ده علشان اقدر اوقف الجهاز واشوف الصورة بتاعته واضحة. لو ضغطنا على زرار التشغيل ضغطة مطولة الجهاز بيفتح، هنلاقي ان في مونيتور من نوع ليد وعليها جلاس بيحميها، او مقفول عليها بطبقة من الجلاس بتحميها علشان ما يتأثرش المنظر بتاعها، فده شيء لطيف، الحماية بتاعت الشاشة كويسة. ولو ضغطنا على زرار التحكم في الابيكال بوينت هنلاقيه انه بيقدر يتحكم في الابيكال بوينت من اول نص ملي لحد الزيرو زيرو. مع الجهاز ده انا افضل الشغل على الزيرو زيرو واخد القراية على المسطرة، يعني لما تيجي تاخد قراية بالجهاز ده هتشتغل على الريدنج بتاعت الابيكس، ولما الجهاز يديك قراية الابيكس تنقص نص ملي منها على المسطرة علشان توصل لأدق قراية. الاخير الزرار بتاع الصوت، تقدر تتحكم في مستويات الصوت من 3 مستويات وتقدر تطفيه خالص. سعة البطارية بتاعت الجهاز مش ضخمة، ولكن مع وجود شاشة من النوعية دي فاستهلاك البطارية بيكون قليل جدا، وبالتالي الجهاز بيقعد معاك فترة كبيرة من غير ما تحتاج ان انت تشحنه كل شوية. وطول ما البطارية مشحونة فوق 50% في قراءات الجهاز بتكون دقيقة، بتوصل ل 95%، وده شيء كويس في الفئة السعرية دي. في الجانب هنا بيكون في مدخلين، السوكت الاولاني للشاحن والسوكت الثاني للواير. الوايرات اللي بتيجي من شركة دينجوي بتمتاز بجودة عالية، يمكن الواير الخامة بتاعته كويسة جدا، ومش حاجة منطقية خالص مع جهاز في الفئة السعرية دي، ولكن ده شيء يحسب ليهم. وكمان الكواليتي الماتيريال في الليب هوك باين عليه انه مش نوع رخيص او حاجة ما بتصديش بسهولة. لو ركبنا الهوك في المكان المخصص ليه، والفايل كليب في السوكت الثاني، ووصلنا الاثنين على بعض بالطريقة دي، هنلاقي الجهاز بيدي علامة ايرور وبيدي فوق دايرة مغلقة او السهمين اللي قصاد بعض. ده معناه ان الجهاز عارف ان ده تيست للواير بتاعك، ودي حاجة مش موجودة غير في جنريشنز العالية من الابيكس لوكيتورز. اغلب الاجهزة بتديك ان القراية 00 ده طبعا، او قراية الاوفر، وده طبعا في الاجهزة اللي من جنريشنز اقدم شوية. ولو وصلت التستر ما بين الفايل كليب والليب هوك هتلاقيه بيديك قراية النص ملي، فده اللي بيحصل عند التست بتاع التستر. والتستر كمان ممكن يتشيك على سلامة السوكت بتاعك بان انت تشيل السوكت او تشيل الواير من السوكت وتركب التستر مكانه، فيتشيك اذا كان السوكت شغال كويس ولا لا، واذا في مشكلة في الجهاز نفسه ولا لا،
فلو في مشكله في الجهاز بتضطر ان انت ترجع الجهاز للشركه، اما لو المشكله كانت من الواير او من الفايل كليب او الليب هوك زي ما شرحنا في اكتر من مره قبل كده، بس بتغير الجزء اللي فيه المشكله تستبدله وتنتهي مشاكلك في الاستخدام. دلوقتي هنعمل تجربه عمليه على استخدام الايبكس لوكيتور. هنبدا نجيب الفايل ونحطه في البلوك الشفاف دوت، بعد ما الفايل ينزل لنص المسافة كده نبدأ نحط الفايل كليب عليه. لو لاحظنا مجرد ما بنحط الفايل جوه الأوريفيس بيبدأ الجهاز يحس انه دخل جوه الكنال وبيبدأ ياخد قراياته، فالجهاز الى حد ما بياخد قرايات في دراي كنال، ولكن هي inaccurate readings، والaccurate readings لازم تبقى في ويت كنال بالمنظر ده، والكنال هنا مليانة بالصوديوم هايبوكلورايد تركيز 2.5%. نبدأ نتقدم في الكنال بالفايل، كل ما نتقدم هنلاقي التدريج بتاعي بيزيد. مجرد ما نحط الفايل في الاورفيس بتبدا تظهر القرايات على الشاشه زي ما احنا شايفين. طول ما احنا لسه ما وصلناش للابيكال زون او لاخر مل في القناه، القرايات ظاهره على الرسمه اللي هنا دي، والريدنجز بتتكتب بالرقم اللي موجود هنا، ولما تبدا تنزل في اخر مل من القناه هيبدا يظهر الريدنجز بالتدريج اللي موجود على اليمين لحد ما توصل لقرايه الابيكس. فلو بدانا نتقدم كده في القناه هنلاقي القرايه بتتقدم معايا كمان، كل ما انزل اكتر تمام. هنا شورت 1/10 على حد اولو، دي قرايه تقريبيه، لازم اعدي الايبكس الاول كده اداني اوفر. ابدا اعمل كاونتر كلوك وايز موفمنت، احاول اجيب القرايه بتاعه الزيرو زيرو، احاول اجيب قرايه الايبكس اللي هي زي ما مكتوب لي كده اي بي والشورت مقفله للاخر، وبعد كده ابدا اقيس على المسطره شورت نص ملي عن القرايه اللي معايا دي علشان اوصل للموست اكيوريت ريدنج، على عكس بعض الاجهزه لما بقول لك ابدا اعمل كاونتر كلوك وايز علشان تجيب قرايه النص ملي. فمع الجهاز ده لا، الموست اكيوريت ريدنج هنا هي قرايه الايبكس وبعد كده انقص نص ملي على المسطره علشان يديني قرايه دقيقه او قرايه صحيحه اقدر اعتمدها في الشغل بتاعي. بس تاكد ان انت طالع معاك قرايه الايبكس مش قرايه الاوفر، لان كده بالمنظر ده او عند ظهور العلامه دي، دي كلمه اوفر معناها ان انت معدي في البريدونشن. طب معدي قد ايه؟ ما اعرفش. فلازم تبدا تعمل كاونتر كلوك وايز وتجيب قرايه الايبكس اللي هي كلمه اي بي والصفاره الطويله المستمره. دي كانت مراجعتنا النهارده على جهاز فري بيكس من شركه دينجوي، واحد من اجهزه الفئه الاقتصاديه. لو كنت لسه مش مشترك في القناه بتاعتنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وكمان ما تنساش تعمل شير للفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بيك، لان ده بيشكل دعم كبير للقناه بتاعتنا. اتمنى تكون المراجعه عجبتكم، واتمنى لو في اي اجهزه حابين نعمل عليها ريفيو في الفتره الجايه تسيبوا لي اسمها في التعليقات. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم الكربولا. دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.